لوكلير دايرين دي برومو بزاف تاع لي برومو. قلت علاش ما نشاركش معكم؟ بالنسبه هنايا للطحين كاينين جوج، واحد فابور غادي يتقام عليكم 1.59 شفتوا 1.59 لي 3. Ils vont pas le manger. Merci, c'est gentil. Merci, merci. كاينين حتى هادو البنات في البرومو اللي عطاتني وحده باش نقيسيها، بصح ولادي ما ياكلوهاش. المهم نتيلا بنات كيلو دايره 5 اورو، وهذا البوس صغير داير 1.85 اورو. كاين البنات العسل، كاع انواع تاع العسل شفتو. لوميال راه ناقصين له 34%، كان 3.25 ولا 2.14. بالنسبة لبون مامون لي كونفيتور داير 8.78 لي بون مامون لي بغيتو. كاين هنايا افريك بيش، هذا كاين حتى ديال لو فيد ديال الكرموس. وبالنسبة للزيت البنات، الزيت شحال فيها؟ مترو فيها 2 يترو شفتوها، هادي لا مارك ديال شفتوها 2 يترو، ويترو واحد فابور هاد التقام 5.23. هانتوما راه مازال حتى لي شوكولا هنا كاين داك فيها 18 حبه 4.25. كاين هنايا فيغو روشي كتاخذو البنات جوج ب 8.60 جوج. وبالنسبه للياغورت البنات دانون لا مارك دانون، شحال فيها؟ نقصيلها 30% ولات ب2.51 اوليو دو 3.59 شفتوها. غادي ندي وحده لوليداتي بصح حماق عليها الدانون. شحال فيها؟ فيها 16 بو، فيها 16. وبالنسبه لي برودوي، وكاين هاد الياغورت البنات لي زيد تكون فيه وقيلة معرف شحال فيه، ما نعرف شحال فيه. المهم راه فيه هاز 1.85 اورو، مع شحال فيه من فوق؟ واحد جوج فيه 12 البنات 1.85 اورو. وكاين هذا تا هو لي داير بحال دانات شفتو، تا هو 1.85 اورو. كاين لي بون مامو ب1.97 اورو، غادي ناخد هذا زويونة البنات لي بون مامو على فاني شفتو. وهذا كاين بالبيض ولا فاني، انا ناخد غير على فاني ب1.97 اورو شفتو. وكاين هذا البنات موسو، كاين موسو شوكولا، موس ديال 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 الحامض 4.75 سنتيم 4.75 سنتيم. كاين عاوتاني هنايا اكتيفيا 4.83 راه كاس اكتيفيا. غادي نمشي نشوفكم هنا. وكاين هاد الفاني ب1.38 اورو شفتو، ما غاديش ليا ناقصين منه بزاف. وكاين اكتيمال بالنسبة لي زونفون 10 البنات 10 × 2 = 48. البنات بالنسبه لي كيت ديال 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 الحوايج 6 اورو 69، فيهم جوج، فيهم جوج البنات اوليو دو 10 اورو 65، راه رخيص. بالنسبه للبنات اللي عندهم لي بيبي لي كوش داير لهم 30 اورو.
30 اورو ليك وشحال فيهم؟ ما عرف شحال فيهم والله ما نعرف. اه 136 كوشه البنات ب 30 اورو، 136 كوشه ب 30 اورو. كاين بومبيرس وكاين هذه ديال لوتيس ب 19 اورو. شحال فيها؟ فيها 76 كيلو لوتيس. بالنسبه للبنات اللي هادو لي جيل دوش، هادو البنات دايرين لهم اورو جوج باورو 49 جوج دولو، وهادو فيهم ثلاثة وشوية بجوج 65 وليو دور 42. شوف البنات الماسكارا زوينين هادو، انا عندي الصفرة كاين الماسكارا، كاين هاد الدوغي، كاين هاد الارجونتي، ها هو كما كتشوفوا معايا بستة، كان 79 ردوا ب 86 ناقص 30%. البنات دخلت هنايا للدار، غادي نشارك معكم التقضيه ديالي وغادي ندوز ندير البنات دي سالي باش نشاركهم معكم ولا لا. حيت ديجا كاينين في القناه، دوك نحط لكم الرابط ديالهم في صندوق الوصف، وغادي ندير واحد جوج تاع لي فيرين ديال لي فيرين تيكونوا سكري، هادو غادي نشاركهم معكم ان شاء الله دابا النيت. وغادي نوريكم اش اول حاجه البنات شريت ليها، شريت لي بواسون، خديت القرعي تاع، خديت فانتا، خديت اورانجينا، خديت كوكا، خديت وازيس، خديت هنايا ليبتون كتبغيه بنتي، خديت هذا العصير هذا، خديت هذا كذلك، وخديت هذا العصير هذا اللي خديت. شنو خديت ثاني بالنسبه لي بواسون؟ مو بالنسبه لي بواسون هادشي اللي خديت، نحيدو من هنا. البنات خديت كسكسو ديال لاماك لوك لي خطير البنات، بحال ديال المغرب الا كنتو انتريسي شريو. انا كنشري داك الرقيق كاع، كيعجبني كسكسو رقيق، كنشري ضروري داك الرقيق، ما كنشريش داك الغليظ، ما تيعجبني داك الغليظ، تيعجبني في كسكسو في سيكوك باردون. مي هذا البنات غزال لاماك لوك لا، راه خدام اورو شي اورو 5 سنتيم. كذلك البنات العدس ديالو راه رخيص، راه شريته اورو 65 العدس. هادو كنت وريتهم لكم قبيله، راهم دايرين برومو في الياغورت، خديت هادو وخديت هاد لي بون مامو، هادي راه لا مارك ديال فرنسا البنات، هاد جوج هذا. خديت البنات الطحين، الطحين اللي كنحتاجو، الطحين خديت البطاطا، خديت شويه الخبز، واحد شويه نديرو مريقه نهار الحب ولا الخضر، وخديت سميتو هدا لا طوماط سوغيس، خديت انا شويه ديال الكورجيت، وخديت شوكولا البنات باش ندير واحد الديسير تاع لي فيغين، خديت غير لا مارك لو كلير، ما خديتش دوك لا غاليين، غير هدا رخيص باورو 5 باورو 5 سنتيم. هنا البنات زدت عند لي تورك، خديت واحد شويه تاع خديت هاد لي سوسيس البنات الميني اللي غندير بيه ميني هوت دوغ، خديت هذا البنات هذا ديال الزيتون كما كتشوفوا معايا، دي هاد داك هو دجاج وفيه الزيتون، وهذا ديال الفلفله، ديال الفلفله الحمراء، راه غير قاس هذا ما كاملاش اورو الوحده، وهذا شي جوج اورو 50 بالنسبه لهادو. انا غادي نحط شويه ديال اللي غادي نحتاج هذا غنديرو في الليل، غير شويه تاع الكوتلي تاع البنات غادي نديرو في الليل، غادي نشدو ولادي العشيه، وهادو غادي نحتاجهم. خديت هنايا شويه تاع الكبسه اللي غادي ندير به لي ميني همبرغر 500 غرام، وخديت لو بلون ديال لو بولي تا هو واحد الكيلو، حتى غادي نخدم به هو بزاف الحوايج غادي نخدم فيه بالنسبه لي سالي، غادي نغسلو ونرجع معاكم. بالنسبه للبلون بولي البنات كندير له غير الملحه وشويه تاع الحامض صافي، وتنخليه حتى كيشبع ملحه وحامض، ونشلو ونخليه يستقطر عاد كندير في الثلاجه، ولكن هذا غادي نخدم به، ما غاديش ندير في الثلاجه، ما غاديش ندير في الثلاجه، هذا غادي نخدم به دوك لي سالي تاع سونيا. وهنا البنات جيت نشارك معكم بالنسبه للباتا سكر، هنا درت هادو تاع لي سميتو غادي نديرهم صابلي البنات. هنا هادو خدمتهم البارح، نجيب لكم وحده تشوفوها، خدمتهم البارح وغادي خليتهم ينشفوا، راهم قريبين ينشفوا، داري لهم هاد فيلم اليمونتير كما كتشوفوا معايا، خدمتهم البارح شفتو
درت لهم السميه تاع بنتي بحال هكا، والعشيه عاد ندير لهم الصابلي، عاد نخدم لهم الصابلي وغادي نلصقهم. راه ساهلين البنات، راه ديجا مشاركه معاكم في القناه. دوك نحط لكم لي ليان ديالهم في صندوق الوصف ان شاء الله، الى لقيت كاين لو ليان غادي نحطو. هادو ان شاء الله هادي حتى اللي عاد نصاغبها وغادي نلصقهم غير بشوكولا. صافي لا باتا سكر البنات ما صاغبتهاش، شريتها ما تنعرفش نصاغبها، باش نقول لكم ما تنعرفش نصاغبها، راه ما تنعرفش نصاغبها. وصافي هكا كيجي، ودرت فيهم السميه تاع بنتي سونيا وصافي. وهنا البنات غادي ندوزو للديسير، غادي ندير باناكوتا البنات. الباناكوتا اللي كنشريها من واجدة، كنشريها من غون فخير البنات، بحال هكا كتبع شي اورو 60 ولا اورو 65، ما كاملاش جوج الاورو، كناخذها بحال هذا الشكل هذا. بلا ما عاد نتقاتل معاها، هذه ساهله كتجيني ساهله. وكناخذ لا كريم شونتيي ديال 30% ماتياس غرا ماتيير غراس باردون، كتكون فيها 30%. وهنايا البنات باش ولا بغيتي تزيد، هي راه كتكون حلوه، لا بغيتي تزيد السكر انا غادي نزيد واحد المعلقه. وهنا باش غادي نزوق، غادي نزوق هاد لا كريم، لا كريم سالي او بوغ اللي غادي، المهم غادي تشوفوا معايا كلشي ان شاء الله. وهنايا غادي ندير الفرومبواز، وحده غنديرها بالفرومبواز، نص غنديرو بالفرومبواز، ونص غادي نديرو بلا كريم سالي او بوغ. نبداو على بركه الله. هنا غادي ندير، غادي ندير داك لا كريم فريش ديالي، باش ندير كلشي فوالا. غادي نزيد البنات واحد المعلقه تاع السكر، غير معلقه حيت هي ديجا حلوه، ولكن انا دايره هذا لا كريم كثره. غادي نزيد هاد الساشي كامله ديال الباناكوتا. فوالا كتبع البنات كما قلت لكم اوكي. صافي وغادي ندوزها للبوطه حتى تغلي، حتى يطلع فيها الغليه ونطلق معاكم. وهنا البنات بيد ما غلات ليا ديك باناكوتا، غادي ناخذ لا كريم فريش اللي غادي نغليه، غادي ندير موسو شوكولا البنات. نزيد واحد شويه هو، غادي نغليه ونرجع معاكم نشوف اش غندير به. هنا البنات غادي ناخذ واحد 170 غرام تاع الشوكولا كحلة ولا اولي اللي بغيتو، غادي نهرسها. وهنايا غليت داك سميتو فوالا داك لا كريم فريش ديال البنات اللي غليتو مزيان. ودابا غادي نحرك حتى يدوب داك الشوكولا وغادي نطيه. باش تسمعي البنات هنايا بدات كدوب ديك الشوكولا ديالي، خاصها تدوب تماما. وغادي ندير لا فيلم اليمونتير، وغادي نخليها البنات تبرد واحد 6 سوايع، بعدا حتى تبرد هنايا في الكوزينه. ندير لها فيلم المونتير ونخشيها في الثلاجه 6 سوايع. صافي كما شفتوا معايا البنات، هنا غادي نخليها على جنب وغادي ندوز معكم الباناكوتا. وهنا كما كتشوفوا معايا البنات ديك الباناكوتا ديالي ها هي اغلات، غادي نديرها هنا باش تجيني ساهله في الحبات. وغادي نعمر بهاد الكبيسات هادو البنات، شاركتهم معكم شريتهم من اكسيون. صافي وصافي البنات، هانتوما كما كتشوفوا معايا هنايا، غادي نخليهم هنايا بجوجهم يبردوا حتى يبردوا تماما. وهذه غادي نحطها في الماء اليمونتير وغادي نخشيها الثلاجه نخليها 6 سوايع، ومن بعد غنزوق معكم ان شاء الله. صافي غادي نخلي البن على جنب. صافي
وهنا حبيباتي غادي ندوز نصغ معكم مملحات باردون اللي ديجا شاركت معكم هاد لا غوسيت ولا هاد الوصفه هذه في القناه. دابا نحط لكم الرابط ديالها في صندوق الوصف. بالنسبه للعجينه درت فيها كيلو تاع الطحين، كاس تاع الزيت، كاس تاع الحليب بارد، درت فيها مليحه، درت فيها شويه تاع السكر، ودرت فيها الخميره معجونه. هنا غادي ندير الميني هوت دوك، وغادي ندير ميني هوت دوك، ميني همبرغر، واحد المملحات اخرين غادي تشوفوهم معايا في الاخر تاع الفيديو. ما عرفتش نقول لكم كي شنو هما. المهم العجينه البنات قسمتها على ثلاثه، وكل وحده خرجت لي 12 حبه كما كتشوفوا معايا هنا. بديت بالميني همبرغر اللي درتهم ميني نيت، كيكونوا صغيورين كيجيو حلوين هكا في الحطه ولا في البلاطو ولا شي حاجه. وهنايا كندير واحد المملحات اخرين اللي غادي نخليهم يرتاحوا ومن بعد غادي نرجع لهم. صافي هنايا خليتهم يرتاحوا على جنب، وهنايا درت الميني هوت دوك. بالنسبه للميني هوت دوك البنات اللي كانت هما كنديرهم ميني نيت، كيكونوا صغيورين باش يجيو حلوين كما قلت لكم، وكنديرهم على شكل طولي كما كتشوفوا معايا. راه الفيديو الشارح نفسه ما بغيتش نكثر عليكم البنات في هذا الفيديو، لحقاش عندي بزاف الحوايج اللي غادي ندير، ما بغيتش نكثر عليكم. صافي هنايا واقيلا هنايا غدا غنحط لكم لانيفيرسير ان شاء الله، ولا ما عرفتش. المهم غادي ندير واحد الفيديو اخر قبل باش نحط لكم لانيفيرسير نهار الاحد ان شاء الله، حيت انا غادي ندير السبت. صافي بقيت على هذه الطريقه هذه كامله حتى ساليت كاع لي ميني سالي ديالي كما كتشوفوا. وهنايا بالنسبه لميني هوت دوك وبالنسبه للميني همبرغر، بالنسبه للميني هوت دوك البنات دهنتهم بالحليب بارد، وبالنسبه للميني ميني ما تديوش عليا ميني همبرغر دهنتهم بشويه تاع صفر تاع بيضه، واحد المعلقه تاع الحليب. هنا غادي ندير واحد شويه تاع الشوفان، واحد شويه تاع البافو البنات اللي عندكم في الدار، سواء البافو سواء الجنجله سواء الشوفان اللي عندكم في الدار البنات. صافي وشعلت الفران على 180 درجه، وغادي ندخلهم مده نص ساعه حتى يتحمروا ونخرجهم. بالنسبه للاطا الاخرى اللي خليتها على جنب، كما شفتوا معايا شديت واحد الكاس اللي حفرت به داك الصالي ديالي. صافي وكنبقى نبرك هكا البنات بصبيعاتي باش ما يتنفخوش، وغادي نتكهم بالفرشاة. صافي كما شفتوا معايا هنايا غادي نتكم كامل بالفرشيطه باش ما يتنفخوش. وهاد البنات هاد لي صالي هادو غادي ندير لهم غير نص طيبه، لحقاش غادي نحتفظ بهم حتى لغدا ليه عاد عندي لانيفيرسير باردون. هنا خدت نيت صفر تاع بيضه اللي مخلطه مع شويه تاع الحليب، دهنت الجوانب، وغادي ندير البافو في الجوانب البنات، ودخلتها طيب نص طيبه. ما عرفتش البنات شحال من دقيقه، مما انا درت عيني ميزاني ما خليتهاش طيب، بحيث غادي نعمرها لغدا ليها غادي نعمرها ونعاود ندخلها في الفران. صافي كما كتشوفوا معايا هنا درت واحد شويه تاع البافو في الجنب، وغادي نخشيها في الفران اللي غادي طيب نص طيبه. وصافي البنات هنايا خرجتهم من الفران، غادي نحطهم يبردوا على خاطرهم كما شفتوا معايا. داك الصالي اللي حفرته من الداخل بالكاس كما كتشوفوا معايا طيبته غير نص طيبه، راه ما طايبش لحقاش، غادي نعمره ونزيد نعاود نطيبه ان شاء الله غدا ليه. وبالنسبه للميني هوت دوك وميني همبرغر اللي غادي نخليهم حتى يبردوا مزيان، غادي نديرهم في واحد في واحد في واحد الزيف، وغادي نعقد عليهم ونخشيهم في ساك اون بلاستيك، ونعقد عليهم البنات ونخليهم حتى لغدا ليه ونعمرهم، تيبقاو مزيانين ما تيخسروا ما حتى شي حاجه، تيبقاو هكا شادين راسهم ومزيانين باش يكونوا باردين بعدا حتى التقطع ما يتفرتوش ليكم. نتمنى البنات الفيديو ديالي يكون عجبكم، ويتمنى لي صالي ديالي يكون عجبكم، ولي برومو يكونوا عجبكم اللي شاركت معاكم. ونتمنى ان شاء الله ديما تدعمونا البنات، الهلا يخطيكم كاع البنات اللي متبعيني عارفاكم وحده بوحده، وميرسي بوكو الهلا يخطيكم. ونتمنى تكونوا
استفدتوا من هذا الفيديو هذا، اي حاجه البنات بغيتوها خليوها لي في الكومونتير نديرها لكم، وغادي نشارك معكم كاع داكشي اللي صاوبت بوغ لانيفيرسير ديال بنتي. ما كومونديتش بزاف د الحوايج على برا، كومونديت البنات غير ماكارون ما عنديش الوقت كنت خدامه، وكومونديت الكاطو، الكاطو تاع لانيفيرسير ضروري كنكومونديه ما عنديش الوقت ليه. وصافي حبيباتي هنايا وقيلا يكون تسلى الفيديو ديالي، ما تنساوش تبارطاجيو الفيديو ديالي مع احبابكم وصحابكم باش تعمل فائده ان شاء الله. وما تنساونيش البنات بلي جيم ولي لايك وتبارطاجيو الفيديو ديالي، ونتمنى الفيديو ديالي يكون عجبكم ولي صالي ديالي يكونوا عجبكم. وبالنسبه للبنات دوك لي فيغين ان شاء الله غدا غادي ندير لكم لا فينيسيون ان شاء الله، والسلام عليكم.